دلوقتي مشاهدينا هنروح ناخدكم في جولة في الملاعب الرياضية مع ليندا. اتفضلي ليندا. شكرا شاذلي، بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. هيتس وان، أوه واتس إت جول. وامبارح محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومحمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي وصلوا القاهرة استعداداً للانضمام لمعسكر منتخب مصر اللي هينطلق يوم 30 مايو لخوض مباراة غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس إفريقيا 2023. السباحة المصرية فريدة عثمان فازت بالميدالية الفضية في بطولة ماري نوستروم العالمية للسباحة في فرنسا في منافسات 100 متر فراشة سيدات بزمن 59.36 ثانية خلف السباحة الهولندية تاسا جيلي وبمشاركة العديد من بطلات السباحة الأولمبية. الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أكد أنه بيحلم يفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، خصوصاً أن البطولة بالنسبة له أهم من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي. وقال صلاح: أنا دلوقتي في فترة حاسمة مع فريقي ومش حابب أتكلم عن عقدي مع ليفربول دلوقتي. علاقتي بنادي ليفربول وجماهيره جيدة جداً من أول يوم لي أحصل على الدعم، وحلمي هو التتويج بدوري الأبطال اللي سبق وفزت بيه مع ليفربول، ولو هختار بينه وبين الدوري الإنجليزي هختار اللقب الأوروبي. نادي مانشستر يونايتد ودع الأورجواني إندنسن كافاني مهاجم الفريق بشكل رسمي بعد انتهاء الموسم، خصوصا بعد خسارة مانشستر يونايتد من فريق كريستال بالاس في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. احتفل نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بتنظيم مسيرة بحافلة مكشوفة في أنحاء المدينة وسط حالة من الفرحة الكبيرة للجماهير اللي احتشدت في الشوارع والميادين للمشاركة. نادي بوروسيا دورتموند الألماني أعلن تعيين المدرب إيدن تيرزيتش مدرب جديد للفريق لحد 2025 خلفاً لماركو روزا. وكان تولى تيرزيتش تدريب دورتموند بشكل مؤقت من شهر ديسمبر 2020 ولحد شهر مايو 2021 وقدر يفوز معاهم بكأس ألمانيا. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنروح لفاصل سريع وبعد كده هنرجع عشان نكمل بقية فقرات صباح الخير يا مصر. استنونا.